في الفيديو ده هتكلم عن حاجات كنت محتاج ان حد يقولها لي بدري، بس اكتشفتها بنفسي في الاخر. هي مش اسرار، بس لسه لحد دلوقتي في ناس ما تعرفش الكلام ده. اول حاجه، ما تمشيش ورا الموضه او الترند، يعني ما تروحش تدفع فلوس كتير في حاجات موضه او ترند دلوقتي. ترند بمعنى الحاجات اللي هي ماشيه في السوق دلوقتي، اللي هي الناس كلها بتلبسها دلوقتي، موضه دلوقتي. بس طبعا ما فيش حاجه بتفضل على حالها، فلو دفعت فلوس كتير في حاجات زي دي هتيجي بعد كده تلاقي نفسك ركنت الحاجات دي بقى ما بتلبسهاش او رميتهم. ما خلاص بقى الحاجات دي ادمت بقى، ما بقتش موضه دلوقتي، فحرام يعني تدفع فيها الفلوس دي كلها. فبعد كده حاول تشتري الحاجه اللي انت عارف ان هي عمرها ما هتموت، زي مثلا البنطلون الجينز. هل ممكن نصحى بكره الصبح نلاقي مثلا البنطلون الجينز ده خلاص اختفى ومحدش بقى بيلبسه؟ مستحيل. وزي برضو الوايت سنيكرز او التشيلسي بوت. التشيلسي بوت ده مثلا جدي وجدك كانوا بيلبسوه، ولسه لحد دلوقتي يعتبر من اشيك الحاجات اللي ممكن تلبسها في رجلك سواء صيف او شتاء. فابعد عن الحاجات المطرقعه دلوقتي، ما تبقاش شبه الناس كلها وخلاص. هات الحاجات اللي تبني بيها ستايلك الخاص. تاني حاجه، ثقتك في نفسك. لو انت واثق من نفسك هتلاقي ده انعكس على شكلك من بره، ومش شرط تكون لابس براند عشان يبان شكلك حلو. يعني ممكن تبقى لابس لبس جايبه من على الرصيف ويبان شكله حلو جدا عليك، وده طبعا اللي بيحصل لو انت واثق في نفسك وواثق في اللي انت لابسه. طيب هتسالني برضو ايه معنى ايه يعني ثقتك في نفسك دي؟ قصدي انك ما تبصش على اللي انت لابسه ده هيعجبهم ولا لا، المهم يكون عاجبك انت في الاول، ما يفرقش معاك حد. طيب تالت نقطه، لازم تتعلم ازاي تغسل هدومك، ازاي تظبط هدومك، ازاي تكوي هدومك. مش عيب خالص انك تجيب تي شيرت وتحطه في تيشت وتحط عليه ميه وصابون ومسحوق الغسيل بتاعك وتنضفه، مش اول ما يتوسخ تقوم واخده رميه في الغساله وخلاص، وبعد كده تلاقيه طلع منها حالته تعبانه خالص. طيب رابع حاجه، في حاجه كده كلنا ما بنعرفش نمسك نفسنا قدامها، وهي كلمه سيل. بتحس ان ركبك عفريت، وايه ده سيل؟ طب يلا 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 بسرعه عايز اشتري، يلا يلا. فلما تلاقي كلمه سيل بعد كده اهدى وركز وشوف انت فعلا محتاج الحاجه دي ولا لا. وطبعا اهم حاجه في اللبس بالذات انك تهتم بالكواليتي مش الكوانتيتي. طيب خامس حاجه، اختار اللبس المناسب لكل مناسبه او على حسب المكان اللي انت رايحه. يعني ما ينفعش تبقى رايح الجامعه ولابس فورمال او سيمي فورمال، حتى ناس كده هتتريق عليك. جامعه يعني لبس كاجوال 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 يعني مفيهاش كلام. وما ينفعش برضو تبقى رايح فرح ولابس قميص على بنطلون جينز، ما ينفعش، الجينز ما بيتلبسش في الافراح يعني. سادس حاجه، البس الالوان اللي بتليق على لون بشرتك. يعني لو انت اسمر حاول تبعد عن الغوامق طبعا، زي انك تلبس اسود في اسود وانت اسمراني اصلا، مش هيبقى يعني الشكل مش هيبقى حلو. ولو انت بيضاني ابعد طبعا عن الفواتح، ما ينفعش تبقى بيضاني ولابس ابيض في ابيض، هتبقى يعني شبه علبه الزبادي كده. طيب سابع واخر نقطه، حاول دايما تلبس اللبس الفت عليك، مش طايد مش متقفز عليك، لا لا انا بقول فت عليك، نازله مظبوط عليك، ما بقولش حاجه سكيني. حاول دايما تلبس الحاجه الماتشنج مع شخصيتك. وبس كده، ده اللي كنت عايز اقوله النهارده، ويعني يا ريت اكون قدرت افيدك بحاجه. اشوفك في الفيديو الجاي، سلام. اعمل يا جدع لايك، اقرا لي، قول لي الله ينور، ما تشتمني، وفي كده بتقدرني.